صديق ذا كان عمل معايا منذ 82. انا ما عنديش العدو جمال ولد عباس الامين العام لحزب التحرير الوطني، ما عندي اي عدو، ما عندناش. انا جمعت واحد صفوف نتاع الاخوان القياديين السابقين، ولكن فيه افلان يولوك افلان جديد اللي مع الاجيال الصاعده اللي راكم موجودين. كلها وقته الوقت جاء اللي نسلم المشعل للاجيال، وهذا هو سر الانتصار نتاعنا مع الشعب مع المناضلين. جددنا الثقة في الشباب وفي النساء وفي الاجيال الصاعدة. شنو سلم ولد عباس المشعل للشباب في دورة الجامعة المركزية 19 مارس 2020 ان شاء الله.